المركب الرياضي محمد الخامس يعرف عرسا كرويا كبيرا وباشا كبيرة. أمامنا صورة من الصور الجميلة، تيفو خاص لفريق الوداد الرياضي. الوداد الرياضي كاسم كعلامة حاضرة، أكيد أكيد أن الجماهير الودادية مزهوة بهذا التيفو الجميل. الفريق الضيف، ولو أن تأكيد زميلي خالد جديد مشكور على هذه الصورة التي نتابعها اليوم من هنا من مدرجات مركب الرياضي محمد الخامس للجماهير الواتيف ومهلكي حبيب الله الدحماني إبراهيم السيدي بي أشرف بن شرقي، حضور وسام البركة وشعيب خدير. وهذه الصور أكيد اليوم هي صور معبرة، صور حضور فريق أو جمهور فريق الوداد الرياضي كبيرة والجماهير 10 نقطة 14 نقطة يعادل من خلال شباب أطلس خنيفرة على مستوى النقاط. هذه الصور صور الجمهور، صور المتابعة، صور المواكبة، صورة الودادي الذي يتحدث من مدرجات مركب الرياضي محمد الخامس. اخضر والكل يبحث بإثارة الجمهور، شوف صورة التيفو ما أحلاها. تاني يطلع اليوم الودادي بهيجا حاضرا ممتعا مقدما نفسه بصورة جميلة، أكيد سحرونا.